السلام عليكم. أصدر قاض تونسي ثانية مذكرة إيداع في السجن بحق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي منذ اعتقاله قبل أقل من شهر بتهمة التحريض على مؤسسات الدولة، وضمن سياق ما باتت المعارضة التونسية تصفه بتصفية حسابات يمارسها الرئيس قيس سعيد ضدها. أضافت السلطات 4 محامين إلى قائمة المتهمين فيما يعرف بقضية التآمر على البلاد التي بسببها يقبع في السجن ساسة ومعارضون وإعلاميون تونسيون بارزون. إجراء وصفته منظمة العفو الدولية بأنه علامة مقلقة للغاية في سياق سعي السلطة لتشديد القمع. وقالت المنظمة الدولية على لسان مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا هبة مرايف إن السلطات التونسية ألحقت بالفعل ما يكفي من الضرر بحرية التعبير وسيادة القانون باحتجاز المعارضين تعسفاً بتهم لا أساس لها من الصحة. تطورات متسارعة في المشهد التونسي يتخلق فيها الإحساس بالقلق من انتكاسة تجربة التحول الديمقراطي في البلد الذي كان يعتبر حتى وقت قريب النجية الوحيدة من مقصلة الانقلابات في أقطار الانتفاضة العربية. ولأن هذه التفاعلات الداخلية جديرة بالملاحظة، نتوقف معها في حديث العرب بحثاً عن أجوبة متعلقة بالسبب الجوهري لاستمرار حملة اعتقالات المعارضين وبسبل كسر الجمود السياسي الذي يلف تونس. أهلاً بكم. مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. يصعد الرئيس التونسي قيس سعيد ضد معارضيه فيما تبدو كأنها مساع لإنهاء كل صوت سياسي معارض في تونس. فحالة الطوارئ مستمرة في البلاد، كما تواصل السلطة توظيف قانون الطوارئ وبقية القوانين الاستثنائية لمحاصرة الفضاء العام والتضييق على الحريات. ورغم الاعتقالات المستمرة ضد شخصيات مهمة في الأحزاب المعارضة، إلا أنها تستبسل في الدفاع عن نفسها وتصر على إبقاء الضغط على سعيد. وتقول المعارضة التونسية إن الهدف من عمليات الترهيب خاصة بعد الانتخابات الأخيرة هو البحث عن شرعية مغايرة لشرعية الصندوق، وهي شرعية القمع والتنكيل. ويرى محللون سياسيون أن الاعتقالات التي تستهدف وجوهاً من المعارضة ومحامين هي مواصلة الهروب للأمام، فقيس سعيد لا يملك حلولاً للأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد، لذلك يرمي العبء على ما يسميه بتآمر المعارضة ضد الدولة. وتؤكد شخصيات تونسية أن بعض المنظمات كاتحاد الشغل لا تزال تراهن على الحوار مع سعيد، ولكن طرح المبادرة على رئيس الجمهورية هو الذهاب في طريق مغلق، وهو ما قد يضيع الوقت على التونسيين ويزيد الاقتصاد تدهوراً. للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا في الاستوديو الأساتذة طبعاً زياد بومخلة الباحث والكاتب، وعبر سكايب من تونس العاصمة الدكتور أنور جمعاوي الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كما يشاركنا عبر سكايب أيضا من مدينة مردين التركية الدكتور زبير خلف الله الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا بالضيوف جميعا. لو بدأنا معك أستاذ زياد، يعني حملة الاعتقالات مستمرة منذ أشهر في البلاد، كان من المتوقع بسبب الانتقادات الإقليمية والدولية للرئيس قيس سعيد وللسلطات التونسية أن تخف وتيرة هذه الحملة، لكن بالعكس شهدنا يعني أن هذه حملة الاعتقالات اكتسبت مزيد زخم باعتقال رمز وطني ورجل مهم في المعارضة مثل راشد الغنوشي. بما تفسر استمرار حملة الاعتقالات بالرغم من الانتقادات الإقليمية والدولية؟ يفسر أولا هذا بطبيعة الانقلابات نفسها، الانقلابات تأتي حتى تنهي أي حالة معارضة أو أي حالة مقاومة سياسية على الأرض، الانقلابات تأتي حتى تسوي كل مكاسب الانتقال الديمقراطي بالأرض، هذا شأن الانقلابات، وبالتالي هذا من طبيعتها أنها لا تستثني أي معارضة في وتعاقبها جميعا بناء على مقاربتها في إدارة الأوضاع، هذا أولا. ثانيا، هذه الانتقادات الدولية والمؤسسات الغربية في الحقيقة هي
يعني للاستهلاك ليس أكثر أو أقل، لأنها في النهاية لا تستتبعها. سنأتي على ذكر نعم. يعني بعد الفاصل ربما نتحدث بشيء من التفصيل على هذه الانتقادات. نعم. لكن قلت بأن هذه طبيعة الانتقادات، هذا قد يكون مفهوما. نعم. لكن الآن وسائل التواصل الاجتماعي المجتمعي والكاميرات وتدفق الأخبار يعني يفرض مزيدا من الضغط على السلطة، والرجل ربما الرئيس قيس سعيد يتمتع بفائض قوة يعني ربما يعفيه من مغبة ممارسة الوسائل أو منظمات الحقوق الإنسان الدولية مزيد ضغط عليه، هو بحاجة ربما إلى ترسيخ حكمه، ومع ذلك هو يصر على هذه الحملات، أو لا نقول الرئيس وإنما السلطات تصر على هذه الحملات. كل الانقلابات تشعر دائما باهتزاز في الشرعية ونقص في الشرعية، ولذلك تلجأ لمثل هذه الممارسات ولمثل هذه السياسات، لأنها غير ممتلئة بالشرعية رغم كل ما تردده من خطاب الشرعية والمشروعية، ورغم أن قيس سعيد نفسه جاء بانتخابات يعني حرة ونزيهة، إلا أنه لم يستطع أن يكون في حالة انسجام مع هذه العملية الانتخابية، كما لم يكن منسجما مع دستور البلاد، وانقض عليه وقضى عليه وأرداه يعني في يعني من التاريخ. صار المسألة الأخرى أنه اليوم قيس سعيد لا يقود منفردا، هناك تيارات استئصالية حول قيس سعيد، وعلى رأسها تيار اليسار الاستئصالي وما يعرف بالوطنيين الديمقراطيين، الوطد في تونس، هؤلاء اليوم هم الذين في المشهد، وهؤلاء كما تحالفوا قديما مع النظام القديم في تصفية الحركة الإسلامية وفي تجريف الحياة السياسية، هم من يتصدرون اليوم المشهد يعني حول قيس سعيد، مستشار رضا المكي وإن كان مستشارا غير رسميا وهو معروف بانتمائه لهذا التيار، كمال الفقي وزير الداخلية وغيره من الشخصيات يعني اليوم، وهذا وحزب الوطنيين الديمقراطيين هو الذي يتصدر للمشهد اليوم في مزيد دفع قيس سعيد من أجل تصفية خصومه السياسيين. ينضاف إليه نقطة يجب أن نقولها الحقيقة وهي مقلقة إلى حد ما، أنه قيس سعيد ما زال يتمتع بدعم شعبي في علاقة باعتقال معارضيه، وتوجد للأسف حملة شماتة وحملة يعني تشفي في الشارع، في الشارع التونسي أو عند جزء من الشارع التونسي غير بسيط للأسف من المعارضة السياسية ومن طريقة تعامل هذا النظام الانقلابي معها. وهذا في تقديري من الأشياء التي تشجع قيس سعيد على المضي قدما كذلك في حملته في الاعتقال المعارضين. دعنا نسأل الدكتور أنور في 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 تونس، يعني في أي سياق الدكتور أنور في أي طيب دكتور أنور في أي سياق ينبغي فهم حملة الاعتقالات المتواصلة؟ هل يعني هناك نوع من النجاعة التي تبنى على نظرية السلطة بأن يجب وقف الأصوات المحرضة على السلم الأهلي وعلى مؤسسات الدولة، لأن الدولة تمر في مرحلة منعرج خطيرا وحساس؟ هل في هذا السياق ينبغي أن تفهم هذه الاعتقالات أم في سياق آخر ضمن مشروع ربما لم تتوضح معالمه بعد؟ أهلا بكم، شكرا لكم لاستضافة في هذا البرنامج. بالنسبة إلى حملة الاعتقالات، هي بدأت يعني مع منتصف شهر فبراير المنقضي، وقد شملت يعني وجوه مختلفة من رجال أعمال، من سياسيين، من إعلاميين ومدونين وغيرهم. والحملة جاءت في سياق مخصوص، فبعد يعني فشل يعني ما يعرف بمسار يعني 25 يوليو 2021 في تحقيق مطالب اقتصادية ملحة وفي تحسين الوضع الاجتماعي للتونسيين في الاستجابة إلى تطلعاتهم لغد أفضل، ونتيجة يعني تفاقم المشاكل اليومية أصبح هناك توجه إلى ما يعرف بطرح أو إثارة ما يسمى بمشروع المحاسبة في تونس، وهو شعار يعني يرفعه أتباع الرئيس قيس سعيد، ويقولون بأن المحاسبة يجب أن تتجه لا إلى ما حصل قبل الثورة، وإنما يجب أن تتجه إلى الذين قاموا بتسيير البلاد في عشرية الانتقال الديمقراطي من 2011 إلى 2021. ومعلوم أن هذا التوجه يتقصد أساساً تسليط مشروع المحاسبة، قد يكون في ظاهره مشروعا براقا والبلاد تحتاجه. برأيك بحسب مراقبتك لأداء السلطة، هل هذا مشروع المحاسبة هو يصب في صالح تونس أم أنه يستعمل استعمالا سياسيا موجها؟ الغالب حاليا من خلال يعني موجة الإيقافات
أن أغلب الذين تم إيقافهم ينضمون إلى الطيف السياسي المعارض، وبناء على ذلك فقد اكتسبت هذه الإيقافات خلفية سياسية بالضرورة، ويؤكد ذلك محامو من تم إيقافهم واعتقالهم الذين يؤكدون بأن جل الذين تم إيقافهم هم على ذمة القضاء وتوجه لهم تهم، يعني بمقدمتها التآمر على أمن الدولة، لكن دون الاستناد إلى أدلة مادية أو عينية ثابتة. فجل التهم هي تهم مجردة بحسب لسان الدفاع، وبناء على ذلك فيذهب جل المراقبين، لأن هذه الحملة تحمل طيها خلفية سياسية، والغاية منها بيان أن الرئيس قيس سعيد هو الرجل القوي في تونس اليوم، وهو القادر على أن يضع حدا لامتداد المعارضة عموما وانتشار جبهة الخلاص خصوصا. طيب، إذا ما كانت الأمور على هذه الحال، وهنا أسأل الدكتور زبير خلف الله، ربما لا يحسن ربط البلاد ومصيرها بشخص واحد، لكن بعض الأشخاص أحيانا في مرحلة زمنية محددة لهم حضور ولهم رمزية ولهم تأثير في البلاد، كحال راشد الغنوشي في تونس. برأيك وبتقييم موضوعي، هل يمثل اعتقال راشد الغنوشي أبرز دليلا على انكسار الانتفاضة في تونس؟ أم ما زال باكر الحديث عن هذا الموضوع؟ في البداية أخي، تحية لك ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. هل تسمح لي أن أعقب لو قليلا على السؤال الذي طرحته إلى الإخوة؟ في الحقيقة أنا أعتبر أنه، وبعد ذلك سأتي الإجابة على مسألة الأستاذ راشد الغنوشي. الحقيقة أن ما نراه الآن في تونس والمشهد الذي الانسداد السياسي الذي نراه والحالة العبثية التي مرت بها التي تعيشها تونس الآن، هو ليس سببا وإنما هو نتيجة لمسار قديم بعد 2011. هناك تخبط كبير وقع، وهذا يجب أن نعترف به، أن الذين انطلق الذين بعد 2011 هناك مسارات وإخفاقات ونتائج. الصراع كان محتدما بشكل كبير في تونس، صراع سياسي بين منظومتين، بين منظومة الثورة التي تدعو إلى الديمقراطية والحرية وفتح تونس على مجال الحريات، وكذلك بين المنظومة القديمة التي هي في نهاية المطاف منظومة يعني معادية للثورة ومنظومة محسوبة على النظام القديم. وبالتالي هذا الصراع عندما احتدم بشكل كبير، كانت قيس سعيد في نهاية المطاف هو نتيجة هذا الصراع. هذا الصراع آلى إلى انتصار الفوز، يعني المنظومة القديمة التي استطاعت أن تعيد وتشكيل نفسها وتموقعها داخل المشهد السياسي بعد الثورة، ولقد لعل الثورة أعطتها مساحات كبيرة من الحرية للتحرك. عدم غياب محاسبة هذه المنظومة وهذه الأشخاص الذين أجرموا في حق الشعب هم الذين أعطي لهم الفرصة من جديد والانقلاب على المسار الديمقراطي. الآن نحن في تونس بين شقين اثنين، طرفين اثنين، طرف يقول نحن مع المعارضة ونحن مع الثورة، وطرف آخر يقول نحن مع تصحيح الثورة، مع أنهم هؤلاء الذين يقولون لتصحيح الثورة وفي الحقيقة يتبعون المنظومة القديمة ويتبنون ما يسمى الخيار الاستصالي مثل ما ذكر الأستاذ زياد في هذه النقطة. هناك أن التونسيين بين فريقين، فريق مع الثورة وفريق يدعو إلى تصحيح الثورة. هل ما زاد الحديث عن وجود ثورة في تونس بعد كل ما حصل، هل ما زال مجديا؟ نعم، لا، هذا لا شك فيه، لأن الثورة استطاعت في خلال 10 سنوات وإن كان فيها الإخفاقات والاهتزازات والفشل إلى غير ذلك، ولم تحقق الأهداف المطلوبة التي، وكان هناك ارتعاش في الأيادي التي أدارت الحكم باسم الثورة، وإن كان ليسوا كلهم، يعني الذين إذا أردنا أن نوصف بتوصيف حقيقي، الذين حكموا في عهد الثورة هم القسم الأكبر في مدة طويلة هم المحسوبين على المنظومة القديمة. فبالتالي نحن دخلنا في مسار، يعني انقلاب 2000، يعني هذا السياق يجب أن نقرأه في سياقين، سياق صراع داخلي محلي تونسي، صراع سياسي بين منظومتين، منظومة تدعو إلى الحرية والديمقراطية وإدخال تونس إلى مسار ديمقراطي وإنجاح الثورة، ومسار آخر لا يؤمن، بالعكس هو ضد الثورة، وأيضا سياق من يمثل كلا المنظومتين دكتور زبير؟ دقيقة، خلينا نذكر هذه الفكرة، هناك سياق إقليمي، صراع بين الربيع العربي، ثورة الربيع العربي، وبين دول أخرى لا تريد للربيع العربي أن ينجح. لو أذنت لي النتيجة هو أن الآن دكتور زبير، لو أذنت لي يعني لأن الوقت يعني قليل، أريد أن أفهم موقفك بالتحديد
بالتحديد، يعني قلت ان هناك فريقين في تونس، فريق يدعو للديمقراطيه والحريه التداول السياسي وفريق ضد هذه الفكره، لو تمثل لي بكل فريق من يمثل هذا الفريق وذاك باختصار؟ لا لا نحن واضحون في هذا الشكل، يعني المسار الان يعني الاحزاب السياسيه المعارضه الان التي تدعو الى العوده الى الدستور، دستور الثوره الذي انجز سنه 2014 هم الذين يمثلون الثوره. هم الذين وان كان يختلفون في الافكار وفي الايديولوجيات والى غير ذلك ولكنهم يمثلون العوده الى الحريات، في حين المسار المسار الآخر الذي أنهى دستور 2014 هو في الحقيقة هو الذي الآن هو يتصدر السلطة ليس المسألة مسألة قيس سعيد، ليس المسألة قيس سعيد، قيس سعيد ليس له أي دور في نهاية المطاف، قيس سعيد وراءه مكينة كبيرة جدا هي التي تحركه، هي التي انتصرت في النهاية، هي التي تريد أن تنهي الثورة بأكملها. ولذلك آتي إلى السؤال الذي سألته، هل المسألة أنه في مسألة هي صراع يعني مسألة راجل غنوش واعتقاله؟ الحقيقة هناك من يريد أن يروج لأن الصراع بين النهضة وبين قيس سعيد وهذا ليس صحيحا، الصراع بين الثورة وبين الحرية والمسار الديمقراطي وبين منظومة أخرى استبدادية تحاول أن توظف أيضا قيس سعيد وتحاول أن تصادمه مع حركة النهضة لكي يتم القضاء عليهما الطرفين اثنين ثم بعد ذلك يتم الحصول على صياغة معينة وعلى اتفاقية معينة. لذلك نحن نرفض تماما على اختزال هذا الصراع الموجود الآن في تونس بين الطرفين، بين حركة النهضة وبين أو بين راشد الغنوش وبين قيس سعيد. ليست المسألة بهذه الشكل، بين مسارين كبيرين، بين مشروعين كبيرين، مشروع الثورة ومشروع اللا ثورة أو الاستبداد في نهاية المطاف. وضحت الفكرة. حقيقة هذه حملة الاعتقالات التي تمارسها السلطات في تونس يعني جلبت انتقادات إقليمية ودولية كبيرة، أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا كلها صدرت بيانات منتقدة بعض الأحيان بشدة، والبرلمان الأوروبي الذي وصف بأن التحول الاستبدادي في سياسة قيس سعيد الرئيس التونسي الداخلية، كل هذا سنبحثه ومدى تأثيره على تعديل سياسة الرئيس التونسي في الداخل التونسي، كل هذا نبحثه بعد وقفة قصيرة. هنا بوتقة الحضارة. ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة الآن أصبحت 7000 سنة. أسعدكم الله، ما زلنا معا في الحديث عن تونس وتطورات المشهد السياسي فيها على خلفية استمرار اعتقال زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي. أستاذ زياد، لما سمع الصوت الإقليمي والدولي منددا بقضية اعتقال راشد الغنوشي في الوقت الذي كان هذا الصوت فيه خافتا فيما سبقه من اعتقالات؟ هل السبب هو الوزن السياسي الداخلي لراشد الغنوشي أم لأن المجتمع الدولي أدرك بأن الرئيس التونسي تجاوز حدود المعقول في سياساته الداخلية التي توصف سواء كان من قبل منظمة العفو الدولية أو البرلمان الأوروبي أو حتى المعارضين بأنها قمعية؟ نعم، بالنهاية راشد الغنوشي يمثل وتجتمع فيه جملة من الرمزيات المهمة. هو بالنهاية زعيم أكبر حزب سياسي في البلاد، فاز في آخر انتخابات، يعني قبل هذه الانتخابات المهزلة التي نظمها قيس سعيد، هو رئيس البرلمان الذي تم الانقلاب عليه، وهو رجل يعني صاحب علاقات واسعة في هذا المحيط الإقليمي والدولي، وهو جزء مهم في المعادلة التونسية الداخلية.
خاص، وكذلك هو ممكن رجل التسويات كذلك، ممكن الأطراف الدولية عندما تبحث عن يعني أطراف للتوافق أو التفاهم معها، لا شك أن راشد غنوش وحركة النهضة باعتبار ثقلها هي أحد المكونات الأساسية في أي تسويات ممكنة لإدارة الوضع، وخاصة أنه في تقديري المقاربة الدولية هي يعني تدور حول فكرة الاستقرار والبحث عن الاستقرار، وكان هناك تخوف باستمرار أنه هذا الانقلاب سيدخل البلاد في أتون يعني مرحلة من الشك وعدم الاستقرار، خاصة مع المؤشرات المالية والاقتصادية الخطيرة والخطيرة جدا وشبح الاقتصاد، لأنه سبق هذا كذلك تحذيرات دولية كثيرة من المؤسسات النقدية الكبرى ومن وزراء الخارجية الدول الأوروبية من أن الوضع التونسي صار على شفاء جرف هار مثل ما يقال، ولعله الموقف الإيطالي المتزايد في التنبيه من خطورة الوضع الاقتصادي وإمكانية يعني انكسار الوضع في تونس كان لافتا. طبعا الأوروبيين في جملة في جزء ما يخشونه بشكل كبير جدا هي قضية الهجرة غير النظامية، وباعتبار أن تونس بوابة مهمة جدا لهذه الهجرة النظامية، وخاصة أن الشهر الماضي شهد أعلى درجات الهجرة غير النظامية يعني في علاقة مثلا بالجار الإيطالي على البحر الأبيض المتوسط، وتزايد وتدفق هذه الأعداد في حالة ما سقط النظام السياسي في تونس، وبالتالي جاءت هذه المواقف. لكن لأن أؤكد مرة أخرى أن هذه المواقف للأسف كذلك هي في جزء كبير منها استهلاكية ولا يستتبعها. لماذا؟ ما الذي يدفع أمريكا وفرنسا وألمانيا لأن تستهلك؟ تستهلك لأنها لا تريد أن تكون، لأنه هذا صورتها التي تريد أن تكرسها أمام العالم، وهي صورة كاذبة في الحقيقة، أنها ترعى الديمقراطية في العالم وأنها مع أن قيام أنظمة ديمقراطية في العالم، في الحين هي التي دعمت انقلاب في مصر وهي التي دعمت انقلابات كثيرة في إفريقيا، يعني فرنسا التي تدعم كل الانقلابات في القارة الإفريقية، ما الذي يعني يقلقها من الانقلاب في تونس؟ بل فهي في عمق الانقلاب في تونس، الولايات المتحدة الأمريكية تبحث فقط عن الاستقرار كما قلت. المعارضة عندما كانت في السلطة لم تكن تشكل تهديدا ايديولوجيا او حضاريا للغرب مثل ما هي ربما تكون عليه الحال في مصر او في سوريا، فما الذي استراتيجيا ما يهدد النموذج الغربي في تونس وفي غيره من الدول التي انطلقت فيها الثورات هو استقرار الديمقراطية وليس فقط القضية الايديولوجية. وممكن افاجئك عن هل كان في تونس هل كان في تونس ممارسة ديمقراطية حقيقية أم مجموعة من الفساد السياسي والاقتسامات الحزبية والخلافات الحزبية على السلطة بين على كل حال احنا كنا على طريق الديمقراطية، لا شك كبدنا الكثير من الإشكاليات، لا شك انه كانت كثير من الإخفاقات، وانا شخصيا احمل الطبقة السياسية وانا كنت فاعلا في لحظة من اللحظات في ذلك، اخطاء كثيرة اودتنا المهالك ووصلتنا الى ما اوصلتنا اليه. وقيس سعيد مثل ما قال الدكتور زبير ما هو الا نتيجة لمسار للاسف من تراكم الفشل، ولكن هذا لا يلغي انه قولا واحدا ان هناك كانت ديمقراطية تنمو وتتقدم رغم كل الصعوبات التي فيها، ولا شك متى استقام عود بعد اعوجاج طويل يعني تحتاج الى وقت من الزمان. صحيح انه هذا لم يرق للتونسيين وانه استهلكنا الكثير من الوقت حتى يعني نتقدم في الحالة التونسية، ولكن يعني تجارب اخرى مقارنة في العالم تحيلنا على انه الشعوب تحتاج وقتا حتى تستقر على الديمقراطية وتدخل مرحلة الاقلاع الاقتصادي. هذا كما قلت لا يلغي حجم الأخطاء والأخلال التي وضحت في التجربة. تحدثت عن القيمة السياسية الدولية لراشد الغنوشي، وهنا أسأل دكتور أنور، في تونس هل هذه القيمة السياسية والعلاقات الدولية للسيد راشد الغنوشي يمكن أن تمنح نوعا من الأهمية للانتقادات الدولية في تعديل مسار السلطات التونسية، مع العلم بأن وزارة الخارجية التونسية والرئيس قيس سعيد قالوا نرفض هذه التعليقات الدولية ونعتبرها تدخلا سافرا في شؤون تونس الداخلية؟ لكن كما تعلم أن ليست دائما تصريحات الساسة تعبر عن موقف حقيقي لهؤلاء الساسة، فهل يمكن الآن أن يحصل نوع من التأثير على السياسة الداخلية فيما يتعلق بالتضييق على المعارضين؟ معلوم أننا ننتمي إلى مجتمع شبكيا معولم ومتنافذ بعضه على بعض، لا يمكن أن نتحدث اليوم عن دولة معزولة أو عن دولة تغلق أبوابها عن محيطها الخارجي. معلوم أن تونس لها علاقات تقليدية مع الاتحاد الأوروبي، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع حتى حلف شمال الأطلسي، يعني بناء عليه فهذه الشراكات في حد ذاتها تملي على تونس الالتزام بجملة من المعطيات في مقدمتها يعني رعاية ما يعرف بتجربة الانتقال الديمقراطي التي استثمر فيها الغرب بشكل كبير ومول الكثير من المشاريع في تونس. وبناء عليه فإن هذه التعليقات
تندرج في سياق الشراكة التي هي شراكة شاملة ومتنوعة ولا يمكن قصره على الجانب الاقتصادي فحسب. لماذا؟ لأن تونس بدورها هي الدولة منخرطة في ما يعرف بالثقافة الحقوقية الكونية من خلال توقيعها على العهد الدولي لحقوق الإنسان، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من خلال تسليمها بفكرة التعددية. ولذلك رأينا أن جل الاعتراضات التي ظهرت من العواصم الغربية تعلقت أساسا بأنها ضد تهديد حرية التعبير في البلاد وضد التضييق على المعارضين لأنهم يمارسون حقهم في أن يقولوا لا للنظام الحاكم، وجاءت أيضا تعبيرا عن امتعاض من الانزياح عن المسار الديمقراطي التعددي والتوجه نحو نظام حكم شمولي بشكل واضح في عديد المجالات، خاصة ما تعلق بعدم إشراك الفاعلين السياسيين في صياغة الدستور أو في بناء مراحل ما يعرف بمسار 25 يوليو 2021. ومن ثم فإن فكرة الحديث عن سيادة مطلقة أو عن سيادة مغلقة في عصرنا الراهن هي فكرة يعني تجاوزها الزمن. كل الدول الآن تربطها شراكات وتربطها علاقات متبادلة، ونتحدث اليوم عما يسمى بالدبلوماسية المرنة أو بالسيادة الديناميكية القادرة على الانفتاح على الآخر والقادرة على الالتزام بحد معين من إدارة القرار الوطني لكن مع مراعاة الاتفاقيات الدولية. طيب دكتور زبير، في محاولة مستمرة لفهم السياق الذي يأتي فيه أو يجيء فيه الانتقاد الدولي لسياسات الرئيس قيس سعيد، كيف علينا أن نفهم هذه الانتقادات خصوصا إذا ما استندنا إلى تصريح سابق لراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة قال فيه إن سياسات قيس سعيد الرئيس قيس سعيد تهدد السلم الأهلي في تونس وتحرض أو تثير إمكانات ما يمكن أن يكون حربا أهلية التي بسبب هذه التصريحات اعتقل، وبالتالي فإن أوروبا لا تريد لتونس وهي بلد منفذ ممكن أن يكون لهجرات إليها لا تريد أن يحصل فيها أي اهتزاز أمنيا في الداخل. نريد أن نفهم سياق هذه الانتقادات الداخلية الدولية. أخي، أولا حتى نعتبر أن الأستاذ راشد الغنوشي هو إذا أردنا أن نوصف توصيفا يعني على الأقل حقيقيا أنه كان هو المهندس أحد المهندسين الأساسيين الفاعلين في صياغة التجربة السياسية الديمقراطية في تونس، وهذا خلق حضور كبير لهذا للأستاذ راشد الغنوشي في هذه التجربة. يعني تونس مثلما كانت نموذجا في صناعة الثورة وفي أحداث الثورة، أيضا كانت تونس انتقلت بعد الثورة إلى أحداث ما يسمى التجربة العربية الديمقراطية الفريدة، نموذجا للمنطقة العربية في أنه بإمكان أي دولة عربية أن تصنع الديمقراطية. ولذلك كان الأستاذ راشد الغنوشي كان أحد الفاعلين في هندسة هذا المسار الديمقراطي. لكن هنا السؤال أنه الأستاذ راشد الغنوشي على الرغم أنه كان هو مهندس واجتهاداته كانت واضحة جدا وأخرجت تونس ربما أبعد تونس في عدة محطات من دخولها في تصادمات أو في ربما في منزلق خطير، كان أيضا هذا المسار أوصلنا إلى هذه النتيجة. يعني أنا أعتقد مع أنه الأستاذ راشد الغنوشي الآن هو في السجن، أعتقد أنه أيضا مسؤول على هذه النتيجة التي نمر بها الآن، مرحلة العبثية والانقلاب السياسي على المسار الديمقراطي. لماذا؟ لأنه تم ربما الاجتهاد الذي وقع أنه إدخال المنظومة القديمة وإدماجها ضمن مشروع الثورة، وهذا لم يكن صانعا. لماذا؟ لأن لم يكن هناك محاسبة حقيقية للذين أجرموا في حق الشعب، لم يكن هناك محاسبة للفاسدين، ولذلك نحن وصلنا لهذه النتيجة. هنا السؤال، هل راشد الغنوشي واعتقال راشد الغنوشي هل هو في الحقيقة يعني عملية طبيعية يقوم بها قيس سعيد لتصفية حساباته مع خصومه، أم أن هناك تصفية أيضا هناك عملية تسوية وصفقة بين أطراف أخرى تتعامل مع قيس سعيد يعني مع المنظومة الموجودة الآن تحكم الآن؟ وهناك حديث كثير جدا وخرج يعني هناك صفقة بين الجزائر وبين تونس وبين قيس سعيد، هناك صفقة بين مصر وبين قيس سعيد في إطار أنه باعتبار أن راشد الغنوشي رغم أنه الآن رجل عمره 82 سنة يعني الفاعلية والقدرة على أنه يدفع يعني يحاول أن يكون هو قلقا أو مصدر تهديد للدولة هذا غير ممكن. لماذا؟ هل وجود، صفقة بين الجزائر وقيس سعيد أو مصر وقيس سعيد هذا ناتج، هذا تحليل منك أم معلومات
دكتور؟ لا، هذه ما خرج، كثير من المعلومات خرجت على أنه هناك، طبعا الجزائر، الجزائر كدولة حاضرة، الجزائر تلعب بطريقة مختلفة في المنطقة، الجزائر ليست دولة بسيطة، وأيضا هناك عندنا الآن فرنسا تريد أن يكون لها نفوذ في منطقة شمال إفريقيا، خصوصا أنها في تنافسها مع إيطاليا، وخصوصا أنها خسرت مواقع في منطقة في إفريقيا، ولذلك الآن الجزائر أيضا تخوفها من الهيمنة من احتواء فرنسا مباشرة على ما يوجد في تونس، واستخدام نظام قيس سعيد ومجموعته هذه ربما لضرب الجزائر. أعتقد أن الجزائر الآن تتحرك في سياق هذه الاستراتيجية التي تؤمن يعني تنظر إليها في سياقها الإقليمي. لا يمكن عزل ما يحدث الآن في تونس عن الصراع الإقليمي الموجود، سواء كان هناك صراع بين المغرب وبين الجزائر، هناك صراع بين فرنسا وإيطاليا وبين ومناطق أخرى، هناك صراع أيضا إقليمي. لا تنسى أن راشد الغنوشي عندما جاء كان أكثر الدول التي يتفاعل معها هي تركيا، وتركيا الآن تمثل قلقا كبيرا بالنسبة إلى الأوروبيين، عندما نرى أن كأن الحركة النهضة أو راشد الغنوشي يمثل العمق الكبير للتدخل التركي في منطقته، في منطقة شمال إفريقيا وفي إفريقيا. هذا الكلام تضخيم كبير لحركة النهضة ولدورها في تونس دكتور زبير؟ نعم. أليس في هذا الكلام ربط حركة النهضة والسيد راشد الغنوشي بعمق تركيا وبقلق مصري وجزائري؟ أليس في ذلك تضخيم يعني مبالغ فيه لدور حركة النهضة وحجمها في الداخل التونسي والإقليمي؟ لا، حركة النهضة هو الحزب الأكبر في الشارع السياسي التونسي، لا يمكن إلى حد الآن الحركة هي الوحيدة، حركة النهضة هي الآن الحركة الأكبر، ولا يمكن، ولكن هذه الحركة أيضا لم تكن لها، هذا كان قبل انتخاب الرئيس قيس سعيد، لأنه لو كان الأمر كذلك لفازت النهضة بأغلبية في البرلمان ولفاز رئيسها في الانتخابات. لا، ليس بهذا بالشكل، يعني أن حركة النهضة تفوز، لأن هناك أحزاب أخرى أيضا لها عمق سياسي في البلاد. الإشكالية وين؟ أن حركة النهضة أصلا أصبحت لها عن طريق راشد الغنوشي كانت لها علاقات دبلوماسية ولها علاقات مع عدة دول، يعني رأينا كيف راشد الغنوشي ذهب إلى الصين والتقى مع الصين، وقد رحب من قبل الحزب الشيوعي الصيني. نعم. ذهب إلى الهند وقد أعطوه يعني جائزة في الهند، ذهب إلى دافوس، كان الآن حتى هو الآن في السجن. طيب. تم دعوته إلى مؤتمر دافوس. يعني الآن فهذا الشخص له حضور، لكن يجب أن نميز أن هذه المعركة الآن، أن اعتقال راشد الغنوشي لا يعني صراع بين راشد الغنوشي وقيس سعيد، إنما هو صراع بين مشروعين أساسيين، مشروع الثورة، والتي لا يريد لبعض الدول العربية بالذات، وأقولها لبعض الدول العربية، لا تريد للثورة أن تعود من جديد، ولا تريد للتجربة التونسية الديمقراطية أن تنجح من جديد. كذلك الغرب يكيل بمكيالين. لكن في مطلق الأحوال دكتور زبير، يعني تونس دخلت في نوع من الجمود السياسي، نريد أن نبحث بعد الفاصل عن سبل كسر هذا الجمود السياسي، ولكن ليس قبل أن نذهب إلى وقفة أخيرة. الوطن هو أمي وأبي. الوطن قبل كل شيء هو الهوية، هو منو أنا ومنو أنت ومنو إحنا كلنا. الوطن طمأنينة، الوطن راحة، الوطن استقرار. تنزل في المطار تشعر انه انت غير، يعني ما تحتاج شيء، انه انت هذا بلدك يعني واهلك. اكيد الوطن يعني كل شيء في حياه الفرد، ولادته، طفولته، ناسه واهله. الوطن هو اغلى شيء في حياه كل انسان، هو الماء الذي نشربه. أهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة، الذي نبحث فيه تطورات المشهد التونسي على الصعيد الداخلي. زياد، أريد أن أسألك عن المسار الذي ستسير فيه الآن قطار السياسة الداخلية للرئيس قيس سعيد. هل قد ينزع إلى نحو تهدئة قليلا بعد أن استتبت له الأمور، إذا ما اتفقنا على ذلك، أم أن هناك مزيد من الاعتقالات والتصعيد؟
من خلال التجارب المقارنة وطبيعة الانقلابات كما ذكرنا في بداية الحلقة، أتوقع أنه حملة الاعتقالات ستتوسع وستشمل شخصيات سياسية جديدة، وقد تتوسع كذلك للمنظمات الاجتماعية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، وقد بدأت في اعتقال مجموعة من النقابيين قبل أشهر، وقد تتوسع في الفترة القادمة بناء على تطور الأوضاع. كذلك أنا في تقديري، لأنه قيس سعيد كما قلت يريد أن يهيئ الظروف تماما ممكن للانتخابات الرئاسية إن تمت في 2024 ويريدها بدون منافسين، هذا إن تمت، رغم أنه رجحان الأمر لدي أنه لن يتم هناك انتخابات في 2024 رغم أنه موعدها المفترض هو خريف السنة القادمة. لماذا لن يتم؟ باعتبار أنه أنا في تقديري قيس سعيد سيبني مقاربة أو رواية سياسية أو سردية سياسية على أنه يعني مدته الانتخابية تبدأ مع الدستور الجديد وليس مع الدستور القديم، وهذا الدستور الجديد تمت المصادقة عليه تقريبا فقط منذ أقل من سنة، وبالتالي سيبدأ العداد منذ ذلك اللحظة. فضلا أنه في 6 أبريل الماضي صرح تصريحا فيه إيحاء واضح في هذه النقطة، عندما سئل هل ستترشح وتفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية قال القضية أبعد من الترشح ولن أسلم البلاد لمن لا وطنية لهم، في إحالة أو في يعني تعبير غير مباشر على أنه غير مستعد لتسليم السلطة، خاصة أن قيس سعيد الآن يعرف أنه هو ما زال فيه يعني أقدار من الضعف والهشاشة، وتركه للمنصب في هذه المرحلة سيعرضه للمحاسبة والمتابعة. ولكن ما الذي يمكن أن يحصل كذلك في المقابل؟ البلاد قد تدخل في رسمين الإفلاس، خاصة إذا ما أصر قيس سعيد على التعنت في رفض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقد تدفع القوى الدولية والدولية تونس إلى هذا السيناريو دفعا حتى تلزم قيس سعيد بالتوقيع. وفي هذه الحالة، في حالة ما أنه دخلت تونس مرحلة الإفلاس وكان هناك حراك اجتماعي بالمعنى الحقيقي وتعافت إلى حد ما يعني المعارضة السياسية، هذا قد يدفع الفاعل الذي في الخلف وهي في تقدير المؤسسات الصلبة وخلفها يعني شبكة المصالح التي تمثلها العائلات الحاكمة الفرنكوفونية إلى تغيير قيس سعيد، لأنه قيس سعيد من السهولة بما كان التخلص منه من طرف هذه المنظومة، لأنه لا يمتلك حقيقة يعني عمقا في الدولة التونسية ولا عمقا في المجتمع التونسي ولا يمتلك حزبا واسعا ويعني مؤثرا، وبالتالي قد نشهد لحظة تغيير قيس سعيد. لكن تغيير قيس سعيد كذلك لا يعني العودة إلى النظام الديمقراطي وإلى المسار الديمقراطي قولا واحدا، هذا مرتبط كما قلت بالحراك داخل الشارع وتعافي الحركة السياسية والمعارضة السياسية. ذهاب قيس سعيد قد يكون كذلك بالعكس الإغراق البلاد أكثر في نظام ممكن يعني أكثر أمني عسكري أكثر تسلطا ولكن باستقرار أكثر. يعني هناك تعقيدات في المشهد التونسي. المشهد التونسي حقيقة الآن في حالته الراهنة معقد، لأنه أنت تتحدث عن رئيس ضعيف ولكن كذلك معارضة ضعيفة، تتحدث عن دولة في أسوأ حالاتها، تتحدث عن اقتصاد متهالك، تتحدث عن انه من القوي يعني تدخل اجنبي كبير. من القوي اذا في تونس؟ ما كان الرئيس هو القوي. القوي يعني القوي الحقيقي يعني على مستوى ميزان القوى هو الان القوى الصلبه، المؤسسات الصلبه يضاف اليه المؤسسات وهي اتحاد الشغل. لا القوات الصلبه بقصد العسكر ولا نعم الجيش والامن، ويضاف اليها كذلك العائلات العشره المتحكمه في الاقتصاد التونسي والتي يساعدها استمرار ضعف الدوله، لانه هذا يؤهلها لتحقيق مكاسب اكثر واستمرار ضعف الدولة من أجل تحقيق مكاسب أوسع بشكل كبير جدا، مع المحافظة على معادلة الاستقرار. الأطراف الدولية والإقليمية في تقديري ستعطي تونس بقدر ما تستطيع في الاستمرار وليس أكثر من ذلك، خاصة كما قلت إذا استمر قيس سعيد في موقفه من الاتفاق من صندوق النقد الدولي. طيب دكتور أنور، دعنا نستند إلى تصريحات المعارضة التونسية وكذلك البرلمان الأوروبي الذي قال بأن سياسة الرئيس تتجه نحو الاستبداد. إذا ما بنينا على هذا وأن الرئيس يريد أن يخنق معارضيه سياسيا وأن يستفرد بالحكم، ما مدى النجاح الذي أحرزه في سبيل تحقيق هذه الغاية حتى الآن؟ الحقيقة أننا في مستوى استشراف يعني المشهد السياسي في تونس بقيادة قيس سعيد نحن أمام 3 سيناريوهات. يعني السيناريو الأول هو أن يستمر في فرض هيمنة على السلطات وأن يستمر في التضييق على المعارضين وأن يصل به الأمر ربما إلى إصدار أوامر بحل بعض الأحزاب الوازنة. هذا السيناريو الأول وهو سيناريو مكلف بالنسبة لتونس. لماذا؟ لأنه سيؤدي في نهاية المطاف
إلى عزلة دولية بالنسبة لتونس، وستجد صعوبة كبيرة جدا في التعامل خاصة مع الصناديق المانحة ومع التكتلات الاقتصادية الوازنة في مقدمتها الاتحاد الأوروبي. السيناريو الثاني هو أن قيس سعيد لن يذهب نظام يعني 25 جويلية، لن تذهب إلى درجة الأمر بحل الأحزاب وفي مقدمة حركة النهضة، وإنما ستكتفي بتحويل الأحزاب السياسية إلى ملفات قضائية وتطويق العمل السياسي المعارض بشكل كبير من خلال فرض العمل بقانون الطوارئ سيء الذكر الذي صدر سنة 78 و900 بين احتجاجات اتحاد الشغل على نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. السيناريو الثالث والأخير هو أن تتراجع السلطات التونسية عن التدابير الاستثنائية عموما وعن الإجراءات التي اتخذتها ضد الطيف المعارض خصوصا، وهو سيناريو على أهميته يبقى ضعيفا. لماذا؟ لأن قيس سعيد وأنصاره لا يؤمنون بفاعلية الأحزاب، بل يحملونها كل تبعات الفشل المشهود في المرحلة الانتقالية، ويذهبون إلى حد شيطنة الأحزاب، وذلك غير مستغرب لأن قيس سعيد حتى قبل أن يترشح للرئاسة لم يكن يولي أهمية للأجسام الوسيطة، ولم يكن يولي اعتبارا للأحزاب السياسية، ويعتبر أن عصرها قد انتهى، وأن الحاجة أكيدة في نظره لأن تكون العلاقة مباشرة بين الرئيس وشعبه. هذه هي الدعوات، رغم أنها تبدو في الظاهر دعوات شعبوية، لكن للأسف هي تجد يعني صدى لدى طيف معتبر من التونسيين. لماذا؟ لأنهم ما زالوا يحنون إلى ما يسمى بعصر الزعيم أو فكرة القائد المخلص أو هذه السرديات الخلاصية التي تحكم ما يسمى بوعي الجمهور أو ما يسمى بوعي الجموع على حد تعبير غوستاف لوبون. وهنا يصبح التعويل على فكرة أن الرئيس هو المنقذ وتقديمه على أنه هو من يمكن أن يحل مشاكل تونس فكرة على المحك. لماذا هي على المحك؟ لأن إحراجات وإكراهات الظرف الاقتصادي في تونس، يعني نقص المواد الغذائية الأساسية، استفحال ظاهرة الفقر، انتشار البطالة، كل هذا يمثل تحديات أساسية بالنسبة إلى منظومة 25 يوليو. لكن عرضت السيناريوهات المطروحة أو المطروقة في تونس، لكن لم ترجح كمراقب في الداخل التونسي أي السيناريوهات أكثر حصولا؟ بصراحة أستاذ جهاد، من الصعب يعني في المشهد السياسي التونسي الراهن أن تتكهن بمستجدات اللحظة التاريخية التونسية في حدود يعني شهر قادم. لماذا؟ لأنه هناك الكثير من الأحداث، هناك الكثير من المستجدات، هناك الكثير من القوى المتنافسة في الداخل التونسي، هناك قوى دولية أيضا تتصارع على الحالة التونسية، هناك من يدعم فكرة العودة إلى المسار الديمقراطي، وهناك من يدعم فكرة العودة إلى ما قبل ثورة 2011. فهناك صراع قوى من الصعب أن تحسم فيه، لكن إلى حد الآن نحن نعيش لحظة حكم الواقع يقول بأن قيس سعيد تمكن إلى حد كبير من تأسيس معالم حكم جديد على طريقته الشخصية، وهو نظام حكم رئاسي يلغي بالتمام والكمال أهم المؤسسات التي أنجزتها مرحلة ما يعرف بالنظام البرلماني الذي عرفته تونس في عشرية الانتقال الديمقراطي. طيب دكتور أنور، ذكرت نقطة مهمة وهي النظر إلى الرئيس قيس سعيد على أنه منقذ للبلاد. أريد أن أبني على هذه النقطة لأسأل الدكتور زبير، إلى أي مدى يمكن النظر إلى قيس سعيد على أنه بالفعل هو المنقذ للبلاد بعد سنوات عجاف من الفوضى السياسية وما كان يقال عن تونس من استشراء الفساد في المؤسسات الحكومية، خصوصا وأن أحزاب المعارضة ليل نهار تصرخ في آذان الشارع التونسي بأن هناك تكميم أفواه وأن هناك اتجاه نحو الدكتاتورية، لكن لا أذن في الشارع صاغية لهذه الدعوات. هل هناك قبول ضمني للشارع التونسي بسياسات قيس سعيد ونظر إليه على أنه المنقذ للبلاد من الفوضى؟
لا في الحقيقة إذا أردنا أن ندخل في عمق المجتمع التونسي، فالمجتمع التونسي يعاني الآن من مشاكل اقتصادية وبطالة كبيرة جدا، ويعني أبسط المواد الغذائية غير موجودة. وبالتالي بالنسبة إلى قيس سعيد، إذا كان هو يعتقد في ذهنية الجمع التونسي أو المخيال التونسي على أنه هو المنقذ، فليكن هذا المنقذ يقدم له كل المواد الضرورية أو المواد الغذائية أو يخرجه من هذه الأزمة الاقتصادية الكبيرة جدا. الآن الشعب التونسي الذين ناصروا قيس سعيد في البداية خرجوا، والآن هم كثير منهم أصبحوا ضد قيس سعيد، فبالتالي أصبحوا ضد أن هناك قسم من الشارع أصبح ضد قيس سعيد. هنا لا يوجد حراك حقيقي في تونس يعبر عن رفض الشارع لسياسات قيس سعيد. هناك لا يا سيدي، هناك المعارضة عندما نزلت كثير من المظاهرات الكبيرة والعدد الكبير الذي نراه في الشارع، نرى أن هناك فرق بين الأعداد التي تناصر قيس سعيد والأعداد القليلة جدا التي تقف لتدعمه، لأنها ليس لديها ما يبرر، ليس لديها أمامها إنجازات. أنا متى يصبح قيس سعيد هو ربما الرجل الإنقاذ للبلاد؟ عندما يحقق جملة من المشاريع ويخرج الأزمة التي كانت تعيشها تونس، يحل على الأقل جزء منها. دعني أتحاور معك دكتور زبير، معذرة، دعني أتحاور معك في هذه الجزئية. يعني كيف للرئيس أن ينقذ البلاد وهو ورث مؤسسات ينتشر فيها الفساد، ينتشر فيها الصراع والمحاصصة الحزبية؟ يعني ألا يحتاج إلى قدر كاف من الوقت؟ طيب جيد يا أخي، على الأقل اصنع 3%، اصنع 2% من الإنجازات. هو الآن لم يصنع ولو إنجازا واحدا. نحن يعني مشكلتنا، تعرف أنا أقول لك، أنا في 2019 انتخبت قيس سعيد شخصيا، وحتى أبناء حركة النهضة الذين دفعوا في اتجاه انتخاب قيس سعيد هم الذين دعموه. طيب ما الذي يجعل أبناء حركة النهضة يقفون الآن يعني مخالفين لقيس سعيد؟ لماذا؟ لأنه أتأكد في نهاية المطاف إنه هذا دقيقة العفو لأنه هذا الرجل يعني هو في نهاية المطاف على قدر ما أنه كان أستاذا في الجامعة، إلا أنه ليس له القدرة، لا يملك المؤهلات السياسية لإدارة مثل هذه الأزمات وهذا الإرث الاقتصادي أو هذه الأزمة، هذا الإرث الفساد. الآن هو يعتقل أناس ليس لهم تهمة، لا يترك الفاسدين الحقيقيين ويعتقل أناس ليس لهم تهمة. جوهر بارك ما هي تهمته؟ يعني حتى غاز الشواش والمجموعة هذا غرج الغنوش ما هي تهمته؟ إلى حد الآن لا يوجد تهمة. إذن أنا أعتقد أنه قيس سعيد لعب أوراقه، انتهت أوراقه التي يلعب بها، ليس له سوى مسارين: إما يدخل الجميع في السجن وبالتالي أنا أحكم وخلاص ونغرق الجميع مع بعضنا، أو أن هناك الحاجة الأخرى، وأن الثورة التونسية وأيوة الثورات والتاريخ يقول كذلك، أن الثورة ما الثورات هي موجات، والموجة التي وقعت في 2011 ضد بن علي ستقع أيضا موجة أخرى في الوضع الراهن، لأن الشعب إذا جاع فلا تستطيع لا توقفه لا أحزاب، ولا يستطيع أن يقنعه لا رئيس، ولا تستطيع لا الأمن ولا الشرطة ولا القوى الصلبة. إضافة إلى ذلك إن القوى الدولية الآن إذا وصلت تونس، لأن الآن وصلنا في مرحلة عبثية، فإنه كثير من الدول الإقليمية سواء الدول يعني القوى الدولية ستتدخل في تعديل المسار ولو تغييره بشخص آخر يعيد صياغة المشهد بطريقة جديدة أو يهندس المسألة بطريقة جديدة، مثل ما فعلوا مع بورقيبة. أتوا ببن علي، إيطاليا تدخلوا، كثير من الدول تدخلت ووضعوا بورقيبة، طرحوه وكتبوه التقرير على أنه مريض، ثم جاء بن علي وأدار الأمور. دكتور زبير، حتى ذلك الوقت يعني الذي تتحدث عنه، دعني أسأل الأستاذ زياد وأختم معه هنا في الاستوديو، هل تتجه تونس إلى مصير مجهول أم يمكن استقراء خريطة سياسية لمستقبل البلاد في ظل التفاعلات الراهنة؟ في ظل التفاعلات الراهنة أنا في تقديري قيس سعيد سيبقى أو سيأتي من هو أسوأ منه أو فقط أقل سوءا، ولكن أنا أرجح أن يكون من هو أسوأ منه، لأنه في المعادلة السياسية. هل هذا تشاؤم أم تفاؤل؟ لا هذا 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 هو الواقع، أنا أقرأ الواقع كما تبدو لي معطياته، لأنه للأسف لدينا معارضة ضعيفة كما قلت. المعادلة فيها التالي أستاذ جهاد: معارضة ضعيفة، رئيس ضعيف، دولة ضعيفة، وهذه معادلة للأسف غاية في التعقيد وغاية في الصعوبة ومركبة كذلك. قيس سعيد يستمر بضعف المعارضة وليس بقوته، وبالتالي لا يوجد بدائل كثيرة للأسف في الواقع، والبديل سيكون من داخل الدولة، والبديل من داخل الدولة سيكون في تقديري أكثر قسوة من قيس سعيد، لأنه لا يريد للديمقراطية أن تعود وتطرق أبواب تونس من جديد. نعم، أما نحن فنريد للديمقراطية والحرية لشعب تونس ولمؤسسات تونس. شكرا جزيلا. ختام المشاهدين الكرام، أشكر ضيوفي في الاستوديو.
الاستوديو زياد بومخلى الباحث والكاتب، وكذلك من تونس العاصمة أنور جمعاوي الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ومن ماردين مدينة ماردين التركية زبير خلف الله الأكاديمي والمحلل السياسي. شكرا لحضراتكم، في حراسة الله.